هل وجود المدينة في مصر كمنطقة حرة بيؤثر على المضمون؟ انت ليك علاقة بتتدخل في المضمون؟ اطلاقا. ولا هل بتراقب احد؟ هل بتحذف احد؟ ماليش دعوة خالص بالمحتوى. اللي بيدي التراخيص دلوقتي بحكم القانون الجديد، كان زمان بيدي التراخيص الهيئة العامة للاستثمار. نعم. النهارده بقى المجلس الاعلى للاعلام زائد الهيئه العامه للاستثمار. المجلس الاعلى للاعلام هو اللي مسؤول عن المحتوى، ده اللي بيتكلم على فكره المحتوى. الهيئه الاستثمار بتتكلم كشركه، يعني النظام الحوكمه والقواعد الحاكمه في العمل الاقتصادي هي اللي بتحكم المساله دي. انا بالنسبه لي انا الشركه الام اللي هي بتخدم على كل ده. انا مهمتي ان انا ببيع خدمات، انا بشتغل معاك تجاري صرف. عشان كده مثلا لما جينا في مره من المرات كان في احدى القنوات كانت توقفت عن السداد، انا علاقتي بيك علاقه تجاريه بحته، انا ماليش دعوه انت بتذيع ايه. انما لما توقفت، ما انا كمان عندي جمعيه عموميه بتحاسبني، يعني انا احاسب كل سنه امام الجمعيه العموميه، فبأحاسب على اعمالي اللي انا احنا عملناها انا ومجلس الاداره. فبيحصل في نهايه الجمعيه العموميه دي انه الجمعيه دي بتدينا الثقه يا اما بتسحب مننا الثقه، وعندها الحق انها تحولنا النيابه كمان لو اخطأ. وبالتالي احنا بنحاسب امام جمعيه عموميه، لازم يبقى شكلنا كويس قدام. فلما توقفت هذه القنوات عن السداد، للاسف ان انا اضطريت ان انا ببعت انذار والتاني، وبعدين ببتدي اقطع خدمات الاتصالات، وبعدين ببتدي اقطع الكهرباء على المقر الاداري. كل ده لحد اللحظه دي انا بتعامل انه ممكن يدفع يعني اجزاء، بديله فرص انه يعني كل ده باجراءات بتاخد شهر وشويه. تمام. لحد بقى ما اوصل للحل النهائي ان انا بقطع الكهرباء عن الاستوديو نفسه، يعني بنقفل بنسود الشاشه. لو وصلنا للحل ده ما اقدرش افتح لك تاني الا ما تدفع كل الفلوس. طب بمناسبه هذا الحل، لما اتعمل ده كان في هيصة كده في المجتمع، ده بيقفلوا قنوات، ده مش عارف ايه. يا سيدي انا الموضوع كله تجاري بحت، العلاقة اللي بيني وبين القنوات هنا علاقة تجارية فقط. استاذ اسامة، 5 سنوات رئيس لمجلس ادارة مدينة الانتاج الاعلامي، لم يحدث فيها ان اتاك اتصال او همس بانه اقفل هذا البرنامج او اوقف بس هذه المداخلة او عطل؟ يعني لم يحدث مطلقا ولا مرة. ولا مرة. ولا مرة. في أي قناة؟ الإجراءات اللي بتتخذ هنا بتتخذ بيني وبين مجلس الإدارة فقط، على الأساس التجاري بس. ما أي محتوى؟ ماليش دعوة بمحتوى خالص. لا علاقة أنت الوحيد اللي تملك إيقاف اللي حاسبك على المحتوى. وأنا بقول لحضرتك أهو بأمانة شديدة جدا أن قانون المجلس الأعلى للإعلام لم يطبق بحذافيره حتى هذه اللحظة. اللي هو بيتابع المحتوى. مش يتابع. انا طلعت كدوله ممثله في المجلس الاعلى للاعلام وفي الهيئه العامه للاستثمار، طلعت الاستاذ ضياء رشوان قناه اسمها قناه سي. حضرتك قررت بينك وبين نفسك كده عندك ازمه اقتصاديه، فهتاجر 3 ساعات لاسامه وثلاث ساعات لابراهيم وثلاث ساعات لكذا. ده اسمه تاجير الوقت. صحيح. يعني عندي اليوم 24 ساعه فباجر منه 10 ساعات 12 ساعه بتدخل لي فلوس. حصل فيه هنا خطأ إعلامي أو خطأ أخلاقي أو خطأ أي شيء، عشان أحاسبك هحاسب مين؟ المؤجر ولا المؤجر؟ مين؟ أنا ما أعرفش كجهة منح ترخيص، يعني كالمجلس الأعلى للإعلام أو الهيئة أو الهيئة الاستثمار، هيئة الاستثمار مش من حقها تحاسب على المحتوى. إنما مجلس الأعلى للإعلام هيحاسب مين؟ هيحاسب المؤجر ولا المستأجر؟ خلاص؟ ما هو المستأجر ده انا معرفوش، مش في طرف في اي علاقه. القانون بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه فكره بيع الوقت دي محظوره الا بموافقه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. للاسف ان معظم الناس اللي بتعمل تاجير لحد اللحظه دي ما خدتش موافقه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام حتى اللحظه. خلاص. وانا ما اقدرش اتدخل، انا مش شغلي. يعني انا بقول لحضرتك على حاجه حاصله مظبوط وقائمه بالفعل، بس انت لو طبقت القانون مظبوط الكلام ده ما يحصلش.